السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: أطفال العراق والنزوح المتكرر. مشاهدينا الكرام، سيكون واسمنا لهذا الأسبوع أطفال مخيمات العراق. بإمكان حضراتكم أن تتفاعلوا مع هذا الوسم في موقع تويتر. مشاهدينا، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. أصدر المجلس النرويجي للاجئين تقريرا جديدا أكد فيه أن طفلا من بين كل 3 أطفال عاودوا النزوح المتكرر في العراق. كما أشار التقرير إلى أن 2/3 الأطفال النازحين في المخيمات غير الرسمية حرموا من حقهم في الحصول على التعليم. وهذا الموضوع يقودنا إلى مجموعة من التساؤلات: لماذا لا تتعامل حكومة بغداد بجدية مع ملف النازحين؟ ثم لماذا يتكرر نزوح المهجرين مرة ثانية؟ ولماذا لا يوجد تحرك دولي في ظل تأكيد الكثير من المنظمات الدولية بشأن غموض مصير الأطفال النازحين في العراق، خاصة وأنهم بلا تعليم ولا مقومات معيشية مناسبة، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر كثيرة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها مع عوائلهم؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام سنناقشها في هذه الحلقة. ننتظر مشاركاتكم للإجابة على هذه التساؤلات أو لإبداء رأيكم بشأن قضية النازحين في العراق وتحديدا الأطفال النازحين. مشاهدينا، لنتابع هذا الإنفوغرافيك الذي يبين بعض الحقائق بشأن الأطفال النازحين في العراق. تابعنا مشاهدينا الكرام بعض الأرقام التي تبين حجم المعاناة التي يعيشها النازحون في داخل العراق. دعونا الآن نتابع مشاهدينا بعض اللقاءات التي أجريناها مع نازحين من منطقة جرف الصخر الذين يقطنون في أحد مخيمات النزوح، من بينهم أطفال تحدثوا عن معاناتهم. لنستمع ثم نعود. من جرف الصخر جنابين وعويسات، والمي صار له 3 أيام مقطوع، يعني هو جان يشرب من عنده وغسول، فتبهذلنا والله حيل هواي، وجان غسل المي مالح الله شاهد، كهرباء والله يعني مو حيل زينه. اي نعم، والله جزاهم الله خير، سوينا هاي بيار مي مالح جان نسبح بيها، والله نحط له كلور وهاي ونشرب من عنده، خلف الله عليهم سوينا هاي البيار، وسوى مرض جهان وتعرفون انتم مي مالح بعد ما وراه. ايه والله ما رجعنا مناطقنا بيا حزب الله ميليشيات، وما رجعنا، صرنا 8 سنين بالمخيمات، لا حد وصلنا، لا حد داعب بمنطقتنا، لا حد هاي، بس بوقت الانتخابات ها رجعكم من السوالف التعبانه. والله احنا نجر في الصخر وصار لنا 8 سنين ما راجعين، والله هاي منا نبوع عليها، هاي ونهمنا مناطقنا وما نصلها، انا 8 سنين مهجرين والله، ولا دراسه ولا كل شيء والله، صار لنا 8 سنين ما واصلين هنا. مي ذاك مقطعه علينا، هذول بصف المي قطعوا علينا، والله العظيم ولا عندنا كل شيء ولا كهرباء، حتى كهرباء ماكو، وهسه الصيف الدنيا حاره هنا بذاك المخيم، جتنا هويه هنا بطياره الخيم، والله هسه هاي الخيم شوف شو مشققه ما تشوفه، والله حتى خيم ما عندنا، والله صار لنا 8 سنين على هاي الخيم، عنده فلوس يشترون ما عنده، والله ايش يسوي، عنده خيمه هاي خيطه ويقعد، والله ولا مخيمات ولا كل شيء، صار لنا 8 سنين قاعدين بهالحر وكل شيء ماكو. والله قاعدين وساكتين،
والله لا دراسه ولا كل شيء، حتى جتنا كورونا ولا كل شيء، ما ولا تعليم ولا كل شيء ما طلعنا. والله احنا ضاع مستقبلنا من ورا المدارس وسماك مدارس، ويعني صار بثلاث سنين من ورا كورونا احنا ما ضاع مستقبلنا، قمنا ابد ما ندرس، ويعني حتى اذا اريد ندرس ندرس يوم واحد، وحتى قالوا لنا بعد لا تجون. وهسه اشوف الله، اشوف هسه صار عمري 13 سنه، وهسه ما مستقبلي ضاع يعني بحساب. والله وشوف هسه ذن الخيم شقيقات هسه يرجعونا، حتى اذا نقعدنا بشادر قاعد نصوي، حتى اذا ما اريد اكل ناكل التراب. والله بس راجعونا هسه احنا نريد نروح نشوف ديارنا، نتاكد منها مفلشات ما مفلشات، يعني بس نريد نشوفها، يعني مشتاقين لها، يعني صار بالعشر سنين والله احنا ما شايفينها. ودراسه ما اعرف لا اقرا ولا اكتب، وهسه احنا شوف هاي الجهل كله، يعني الشكو كل شيء ماكو، هاي الخيم وشلون تشوف فوقك، يعني من تقعد بيها من طب جوا قد شلون تنحمس، والله يشتعل جد جدك. وهسه شوف مشقي قاعد الخيم، ناس الحين يدرون بينا، مو هاليوم 8 سنين قاعدين في الصحراء هاي، مو 8 سنين طبينا بالثامنة واحنا قاعدين في الصحراء، يعني بهالحالة بس انطونا حل، يعني شلون ابني نايم ورا الباب، اخذوه جاهل 15 سنة، خلقوه من بغداد وحكموه ونقلوه من التاجي، وهسه نقلوه بالشفل، وهاليوم 7 أشهر ما واصلت له، يريد علاج ويريد هذا، يريد شو اسمه، يريد احط له فلوس بالحانوت، ومطلوب 250 والله الحانوت. هسه قبل اول البارحه خابرني عسكري كان يقول ابنك مطلوب، زين انا بهالحاله مين اجيب؟ وهاي خيمات هاي انا وبنتي هاي قاعده، عندها 4 بنات يتامى وهي ارمله ورجلها راح فقد بالجرو، يعني بهالحاله انا شو اسوي؟ ما عندي معين بس الله عندي. بالنسبه للمي صار اليوم 4 أيام احنا ما عندنا قطره مي، والله العظيم بتجي الكانات ننقل مي، بتجي الكانات نروح للشط ننقل، يبعد تقريبا كيلو بتجي الكانات ننقل مي، يعني انت تقبل صار 4 أيام احنا ما عندنا مي، لا شرب لا غسول. بالنسبة هذا مي البرينة تجيبه والله نتغسل به، فلا تقدر تغسل يدينك، يعني ما تقدر تغسل به، مو مي. احنا ناشد الجهات الحكومية، ناشد المسؤولين، ناشد الكبار، اخواننا امروتهم انسانيتهم، موتنا عمي مي ما عدنا، والله العظيم ما عدنا مي، اهل الغيرة اهل المروة الانسانية ما عدنا مي، موتنا عمي ما عدنا مي، يعني انا بالصحراء ابعد كيلو عن الشط نهر الفرات كيلو ابعد عنه، منين اجيب مي؟ يعني ما عندي لا سياره ولا كل شيء، بيش اجيب؟ يعني انت كيلو متر تروح تجيب على ظهرك المي؟ ابو السياره اللي يجي عليك ابو الدنكر يريد من عندك 100,000 دينار، انا ما عندي فلوس انطي، منين انطي؟ ما عندي فلوس انطي. بالنسبه للمسؤولين شو اسمه، خلي يشوفون حالنا، يشوفون الضيم، احنا بالنسبه لنا من اهالي جرف الصخر وعمامنا العويسات همنا موجودين هنا، احنا تقريبا بس القطاع الثالث ب 170 عائله، ذول ال 170 عائله منين يشربون مي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من منطقة العويسات هسه احنا صاير لنا 7 سنين كان نرجع ما عدنا اصلا خيام، اذا البلوكات بالقوة هسه لحد الان هذا المنظمة بالقوة بنتنا اياهن، هذا ذول المسؤولين قطاعيات ما يخلون اصلا نسقفن الا نحط طوس، وهاي يلا يسد المي اصلا عشان نقلق نظل بالليل نوخر المي يلا ننام، الا يروح المطر يلا ننام، نظل الصبح يلا ننام يوخر المي الشمس توخلي. استمعنا مشاهدينا الكرام الى هذا الحديث المؤلم حقيقه من عراقيين مهجرين بسبب العمليات العسكرية، بسبب الميليشيات، بسبب داعش وبسبب الحكومة طبعا، وهم لا يزالون في هذه المخيمات، وهؤلاء عينة من كما قلنا أكثر من 1,000,000 نازح لغاية الآن في العراق لا يزالون في المخيمات، ظروف غامضة، بالإضافة إلى وجود كثير من المخيمات غير الرسمية، يعني الحكومة لا تعترف بها. خلونا مشاهدينا الكرام استقبل في هذه الحلقة الدكتورة فاطمة العاني، عضوة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، معنا عبر سكايب. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دكتورة، يعني في البداية المركز أو المجلس النرويجي للاجئين
تحدث عن وجود طفل من بين كل 3 أطفال يعاود النزوح المتكرر مرة أخرى، ماذا يعني هذا الرقم وماذا يعني هذا التقرير بالنسبة لك؟ يعني في الحقيقة يعني التقرير يضع يده كثير من الحقائق، يعني هذه المأساة التي يعيشها النازحون في العراق ومنذ بداية العمليات العسكرية، وهم مستمرون على هذه الحال المزرية ومن سيء إلى أسوأ. يعني في التقرير الكثير تم رصد الكثير من يعني المشاكل المترتبة على النزوح والمشاكل الخطيرة في الحقيقة، ومن بينها هي هذه مشكلة معاودة النزوح. نعرف جيدا أن الحكومة يعني قد قامت بإغلاق قصري وإعادة قصرية للنازحين وإغلاق المخيمات، مدعية أنها كانت هذه إحدى منجزات الحكومة بين قوسين التي يعني كانت قد نادت بها قبل أن يعني يأخذها رئيس الوزراء هذا المنصب، وذلك كان يترتب عليه أن يقوم بهذا الدور دون أن يراعي هل هناك أمان سوف يتمتع به النازحون إذا عادوا إلى منازلهم، هل لديهم مصدر معيشة، هل لديهم خدمات في مناطقهم، هل أصلاً مناطقهم قد تم إعمارها ويتوفر لهم منزل يأويهم، منزل يحفظ كرامتهم. في الحقيقة كل هذه النقاط لم تكن في على بال الحكومة نهائياً. المسألة كانت مجرد دعاية إعلامية من أجل إعادة النازحين والقول أنهم قد وفوا ببعض الذي وعدوا به الشعب العراقي ولو على القنوات الإعلامية، أما حقيقة الأمر فهو مختلف كثيرا عن ذلك ولا يمثل ما قام به، لا يمثل الحقيقة بأي سلة. دكتورة، بحسب الأمم المتحدة وبحسب كذلك مفوضية حقوق الإنسان، هناك أكثر من 1,180,000 نازح في الداخل العراقي، 700,000 منهم في كردستان العراق لا يزالون، البقية متوزعين على مناطق مختلفة، هناك مخيمات تستحدث غير رسمية بسبب قضية النزوح المتكرر. أين المعالجة التي يتحدثون عنها؟ ما هي نوعية المعالجة؟ هل هي بإغلاق المخيم فقط وتركهم إلى مصير مجهول؟ هو هذا في الحقيقة الذي قامت به الحكومة، فقط مجرد على الإعلام قيام الحكومة بغلق المخيمات، لكن أين ذهب النازحون؟ أين هي المنازل التي قدمتها لهم الحكومة من أجل أن يستعيدوا أمنهم وأمانهم وأن يستقروا في مناطقهم التي تم تهجيرهم منها أصلاً قسراً؟ إذن هذا ليس له وجود، كله مجرد حبر على ورق. الحقيقة أن الذين تم إرجاعهم قسرياً قد قاموا أيضاً مرة أخرى بالنزوح إلى مناطق أخرى، وكما ورد في التقرير هناك مئة ألف نازح في مخيمات غير رسمية، هذا يعني أن النازح قد عاد إلى منطقته ثم نزح مرة أخرى ثم نزح مرة أخرى إلى مناطق، وكلها في سبيل أن يختبع عن عين الحكومة وعن عين الميليشيات، وسوف تستمر هذه يعني دورة النزوح سوف تستمر، سوف لن تتوقف، لأنه لا يوجد هناك حل جذري. أي نازح عندما يتم تهجيره قسريا الحكومة يجب أن تضع في بالها خطة من أجل أن يستعيد هذا النازح الذي ضحى بأرضه وضحى بممتلكاته في سبيل أن تقوم هذه الحكومة كما تدعي بطرد الإرهاب والإرهابيين. إذن على الحكومة أن تعوض هذا النازح، خاصة وأنها كانت تقوم بعمليات عسكرية ضد مناطق سكنية وبصورة عشوائية، وترتب عليها بالإضافة إلى النزوح أعداد القتلى الكبير. إذن هل هذه مكافأة الذين ضحوا بممتلكاتهم وبأرواحهم أن يتم إهمالهم بهذه الطريقة، يتم تهجيرهم قسريا ويعادون قسريا إلى أرض العراء أو ينصبون خيام على منازلهم المهدمة، ليست لديهم مصدر رزق، ليست لديهم مدرسة يرسلون إليها أطفالهم، ليست هناك مراكز صحية يستطيعون أن يجدوا علاج أبسط أنواع العلاج، الأمراض التي عانى منها النازحون أمراض نفسية خطيرة تستهين بها الحكومة العراقية ولا تحاول إلى أن معظم حديث النازحين
يقولون بأن من قام ببناء هذه الخيم لنا أو بنصبها وهذه الكرفانات هي الأمم المتحدة، هي المنظمات الإغاثية الدولية، يعني لا يوجد دور حكومي حقيقي حتى في إنشاء المخيمات أو الكرفانات. هناك دور وحيد للحكومة في هذا الموضوع كله، هو الدور الفساد مع الأسف الشديد. هذه هي الحقيقة، وحتى المجلس النرويجي للاجئين قد ثبت هذه النقطة على الحكومة العراقية في تقارير سابقة. دور الحكومة العراقية هي فقط إذا وصلتهم أموال لإعادة الإعمار أو لإعانة النازحين يستولي عليها الفاسدون ويتم صرفها في نواحي أخرى تذهب إلى جيوبهم أو يعني يحققون بها أغراض أخرى كثيرة ليست مجال حديثنا. هذا هو في الحقيقة دور الحكومة. أما أن يعني أن نرى أن هناك يعني هي ليست مساعدات يجب أن تقدمها الحكومة، هذا واجب الحكومة. هؤلاء مواطنين مسؤولة عنهم هذه التي تدعي أنها حكومة، والذين يدعون أنهم رؤساء لهذه الحكومة، هؤلاء جميعهم والوزارات ليست هي وزارة واحدة فقط هي المعنية بهذا الأمر، هي مجموعة من الوزارات تتكامل فيما بينها من أجل أن تقوم بالدور على أكمل وجه من أجل يعني إعادة أمن وأمان النازحين وإرجاعهم إلى مناطقهم بصورة آمنة، تتوفر لهم خدمات، تتوفر لهم فرص للعيش لكسب الرزق. هم لا يريدون أن يسألوا يعني من حضرتك أنه تبقين معي في الحلقة. لدينا كما قلنا لجنابك أنه عندنا مشاركات من المتصلين، ستكون هناك آراء في هذه الحلقة. معنا أول المتصلين سيد فاروق من الأنبار، هو أحد النازحين. حياك الله سيد فاروق. أنا ذيك أنا مستاب. تفضل يا فاروق. طبعا إحنا نازحين من جرف الصخر من العويسات، منطقة العويسات جادينة من خيم الزيدي. نعم. أي نعم. احكينا عن مشاكلك يا فاروق، شنو الوضع الحالي بالنسبة للنازحين في مخيم بزيبز؟ وأنتم أهالي جرف الصخر شنو وضعكم بالنسبة لمنعكم من العودة إلى مناطقكم؟ شلون تمر عليكم هذه الأيام؟ والله مناطقنا ما أعرف شنو فيها لحد الآن، صار لنا 9 سنوات هاي الحرب بالعاشرة، يعني ما أعرف شنو فيها، ما حد وصلها. لا يعني ما أحد يجي في وقت الانتخابات جونا. يعني أي مسج جانا مسؤول يعني تحت السفر. نعم. شنو الاحتياجات اللي تفتقدوها الان، او الاساسيات او الاشياء اللي تفتقدوها في المخيمات اللي تتواجدون بها حاليا؟ والله حاليا ما كنت تعرف الصفر، صار قطعوا مساعات علينا، صار هاي ب6 سنوات يعني من 2017 حد الان ما كنت تعرف الصفر، لا مساعدات ولا كل شيء. عندنا سيد فاروق اكو جزء اليوم نتكلم به بالحلقه، جزء مهم يتعلق ايضا بابنائكم، بدنا نتكلم اليوم ايضا بالجزء اللي يتعلق باطفال النازحين او الاطفال النازحين في المخيمات داخل العراق. وضع الاطفال الموجودين في مخيماتكم، ابنائكم واقربائكم وغيرهم، شنو حاليا في ظل حرمانهم من الحصول على حق بالتعليم؟ وبالاضافه الى ذلك هناك كما تفضلت، احنا انت تقول ما عندنا اي شيء، اذا شنو وضع الاطفال الموجودين في مخيماتكم الان؟ والله الوضع تحت الان عندي جهار، الان عندي استخاص، الان عندي جهار سنين ما اقدر اسمه يعني ما استقبلهم، انا المنطقه ما استقبلهم. يوم نازحين العوائل هسه المنطقه منطقه متروسه، يقول لي احنا انتم نازحين، ماكو لازم يعني ماكو مدرسه يعني ولا كل شيء. شنو السبب اللي يمنعكم؟ بس لحظة، شنو السبب اللي يمنع أطفالك أنه ينقبلون في المدارس؟ أستاذ يعني المنطقة متروسة وايد، يعني فيها عالم يعني منازحين، إحنا لازم ما فيها مدرسة ولا كل شيء. نعم. أنا أشكر حضرتك سيد فاروق من الأنبار. دكتورة، مثل ما سمعتي حضرتك، وطبعا نضيف على كلام السيد فاروق أن بحسب الأمم المتحدة بالنسبة للمخيمات الغير رسمية هناك أكثر من 45 ألف طفل بلا وثائق رسمية، هذا الموضوع يحرمهم من الحصول على حقهم في هذا البلد، بالإضافة إلى حصولهم على الحق الأهم وهو التعليم وطبعا الصحة وغيرها. لكن مثل ما سمعتي لا يستقبلوننا في المدارس لأننا نازحون،
ماذا يعني هذا الكلام؟ هل هذا أصبح ذنبا على العراقيين النازحين أنهم لا يقبلون في المدارس ويتم التعامل معهم بهذه الطريقة العنصرية إذا تم صح وصفها لأنهم نازحون؟ يعني هي الحكومة أصلاً هي كانت تعامل النازحون منذ بداية نزوحهم على أنهم إرهابيون ويتم وصمهم بهذه الطريقة، ولذلك هذه الطريقة أصبحت الآن يتعاملون حتى كما تفضل الأخ من جهة تسجيل أولادهم مثلاً في المدارس، أوراق ثبوتية طبعاً هذه أصبحت يعني حلم لكثير من العوائل، تعرف أن أوراق الثبوتية يعني تستطيع الحصول فيها على المعونات، تستطيع فيها الحصول على الخدمات الأساسية من صحة من تعليم من غيرها، كل هذه طبعاً محرومون منها. إضافة إلى ذلك هي أصلا حتى مأساة أن هذه بعض المناطق أصبحت لا يستطيعون حتى أن يرجعوا إليها أهلها، مثل الأخ الذي تفضل من جرف الصخر، ممنوعون أصلا حتى من العودة إلى مناسلهم. الأوراق الثبوتية الحكومة العراقية يعني تتعمد هذه الطريقة من أجل أن يستمر حرمان هؤلاء النازحون وتستمر، وهذه طبعا طريقة من العقاب الجماعي للنازحين. مع العلم الكثير من المنظمات ونادينا بأنه يجب أن تقوم العراق بتسهيل هذه الأمور، أن تستخرج للنازحين وثائق مؤقتة فقط من أجل أن يستمروا بالحياة. يعني الآن حتى التعليم قد نسوه، ولكن على الأقل يستمروا في الحصول على دكتورة أحد المشاكل التي يعجز الإنسان عن فهمها هو أن مواطن يحمل الجنسية، يحمل هوية الأحوال المدنية والبطاقة الشخصية، تتعرقل المعاملة لأنه ليس لديه بطاقة تموينية. في أي عالم، في أي دولة في العالم يوجد دولة تعتمد على البطاقة التموينية ورقة لتمشية المعاملات؟ يعني هي هذه طريقة من أجل يعني عرقلت الحياة، من أجل يعني إيقاف عجلة الحياة. العالم أين وصل الآن؟ والعراق يقولون أن الديمقراطية قد جاءت للعراق وسوف يتمتع بالتقدم والازدهار، أين هذا؟ كله مجرد كلام فارغ. أما الحقيقة فإنهم لا زالوا يعتمدون على البطاقة التموينية، والتي هي كانت كما يقولون النظام البائد وفكرة النظام السابق وغيرها. ليست الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ليست لديها أي يعني خطة، ليست لديها منهج ولا وطنية تصب في مصلحة الشعب العراقي. جميع الذي تقوم به هو مجرد امتثال لأوامر الخارج، تنفيذ أهداف ومفتغيات شخصية، الاستمرار في التسلط والتحكم والحصول على المناصب والكراسي فقط، هذه هي غايتهم. لأن كما نعرف الكثير منهم جاءوا من يعني جاءوا حفاة إلى العراق لنستطيع أن نقول، ولذلك بعد أن وصلوا إلى العراق وشاهدوا حجم الخيرات في العراق أصبحت همهم هو فقط ملء جيوبهم، وليست لهم أي هموم أخرى. الشعب العراقي هو في الأخير ليست لديه أي قيمة ولا أي اعتبار مع الأسف الشديد. أعود إلى جنابك بعد قليل دكتورة إذا سمحتي لي. ويانا السيد أبو فاطمة من صلاح الدين، هو نازح في السليمانية. تفضل سيد أبو فاطمة. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية لك وتحية لحضرة الدكتورة وللكادر جميعا. أهلا وسهلا أستاذ العزيز. أنا الحين اللي ساكن مخيمات السليمانية. نعم أستاذ العزيز، معاناتنا يعني معانات يرادها شوفها أمام عينك، يعني مو يعني شرح بالتليفون أو صحيح. أستاذ العزيز يعني إحنا مرينا بأمور ما حد يمرها من بعدنا. نعم أستاذ العزيز، يعني أطفالنا تحرقوا بالخيمة. نعم. وكل الداية لها علم بهذا الشيء. يعني شو أحكي لك، يعني جوع مساعدات ماكو من مساعدات من الإقليم، موجودة مساعدات بس مساعدات من مناطقنا، من المحافظ، من أي سياسي ما جينا أي سياسي
وجيه وسألنا يا بي أنت نازح، أنت ابن بلدي، أنت ابن منطقتي. نعم. مثل ما مخيمات السوريين يجونهم من سوريا يتعننون يتعنون عليهم. احنا ما جي محافظ وجي علي وسألني قال لي أنت نازح شو تسوي هنا؟ أنت نعم. داعش؟ أنت 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 ضارب القوات الأمنية؟ أنت كذا أنت كذا أنت شو تسوي هنا؟ شو تسوي عائلتك هنا؟ يعني لازم يسألني لازم، لأن أنا ابن بلده. نعم. إحنا كنا ولد بلد. أستاذ العزيز ما واحد نظر علينا، يعني جو وقت الانتخابات راح نفتح السواتر الترابية. نعم. ونتكفلكم صحيح مساعدات بوقت الموسم، تدري أستاذ؟ قال الواحد يسمي بوقت الحصاد. من صار الموسم كل من يجي دق صدري يقول لك أنا النازحين أنا أتكفلهم. خلصت هاي الخطة السياسية. نعم. اللي فاز واللي خسر واللي نسوا النازحين. أستاذ العزيز يعني أنا ليش تجي علي وقت الطمع، وقت ما تريد يعني تصعد تجي علي؟ ليش ما تخلي مخافة الله بين عيونك وتجي علي؟ نعم. سيد أبو فاطمة عندي سؤال لحضرتك باختصار الجواب إذا تكرمت. يعني التأكيدات كثيرة من المراقبين من المنظمات الحقوقية الإنسانية وغيرها بأن هناك نزوح عكسي اليوم. العراقي اللي كان قاعد بالمخيمات اللي كان يتأمل أنه يرجع إلى منطقته، رجع شاف الدمار، شافها أنقاض، شاف أنه أكو ميليشيات مسيطرة على منطقته ما يقدر يرجعها، عاود وعاد مرة أخرى إلى المخيمات. هذه الحالة يعني برأيك شنو السبب اللي دفع إلى هذا النزوح العكسي المستمر؟ عزيز النزوح العكسي صار يعني مو من حقه أن يخرج من المخيم، مو من حقه يدخل للمخيم، ولكن قل لي أجر بيت وسكن، يعني ما يقدر كل شيء، يعني ما يقدر يرجع للمخيم مرة ثانية إذا طلع من عنده. يخرج ما يدخل. أستاذ العزيز هو كل شيء واضح ومطروح على الساحة. أستاذ العزيز إحنا نقدر نقول وخاف نحكي وصيبنا مشاكل، بس نحكي هاي هي الله سبحانه وتعالى خلقك موتة واحدة مو موتين. أستاذ العزيز إحنا أنت تعلم وكلها تعلم إحنا أراضينا مقتصبة. مقتصبة من قبل الإيرانيين. كلها إلها علم بهذا الشيء. أستاذ العزيز حس عاني أريد أروح، يلا حس عاني شلت غراضي ورحت يم بيت، وبيتي أني هيكل مال تراب بس الإنقاذ لنقذهن، يعني أروح أشيل البيت مالي ردي بال 4 ملايين بس إنقاذ، يعني ما أريد أقعد بيه. ها وأنا ما عندي وأنا أروح. طيب أنا غير الحكومة العراقية تدعمني أنا كنازح، تدعمني لا أمشي أموري حتى لو بقربتين أقعد عيالي. سيد أبو فاطمة أنا أشكر حضرتك وأعتذر منك لأنه عندنا متصلين ينتظرون بالإضافة إلى ضيفتنا. نستقبل أبو موسى من كركوك، تفضل أبو موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أستاذ العزيز؟ حياك الله أبو موسى، أهلا وسهلا. جاي ندحج على هاي الناس النازحة. النازحة هذا أستاذ العزيز. نعم. أما هذا يقول لك كذا وكذا، إحنا العراقيين انهانوا، هاي المهجرة أعراضنا انهانت بالسجون، باين حظها دمروها، دمرتها ايران استاذ، احنا ما نشغل بهذا. يقولوا هذا احنا احد دمرتنا ايران، احنا لما هاي العشائر واش ما يشوفون عربنا، احنا ملقح عن مهجره ما جاء بالباكستان، انا عراق ومهجر بلدي، انا شو مسوي؟ شو مسوي الناس اللي مهجره استاذ العزيز؟ نعم. احنا شوف شوفكم لابس عباس ومنطين مالكي سبع عباس، ها؟ وعربنا احنا هنا ملقحه بالمال، يعني هاي اهانه، اهانه العراقيين استاذ. الايران يصور ويجول بالعراق وعرابنا بنص المال ونساوينا مسجله ودينا مسجله، واحنا شن ثاني؟ شن ثاني استاذ العزيز؟ شن ثاني احنا؟ شن ثاني؟ شن ثاني؟ انت هذا العامري اما الحقوش حاس كل ما يقدر يسوي، ولا كلها تابعه لايران، كلها تابعه لايران. نعم. احنا قال ابو زيد يقول 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 سجل خير سجلوها، ومن حليب النوم اسبوها، وزلم الماسر بالمحتل وين سواها سجلوها؟ هاي هيك استاذ احنا، اما والله احنا جاي تحج على هذا العامل، جاي تحج وجاي يجيبون الزبار ايران، لا صباح الا ما صار تقوم علي هنا، واحنا جاي تحج عرضنا بالسجون، هاي وين صار؟ وشو كل من لابس عباسه وجاعد عند الماك وجاعد عند صار عند عند مغتدل عند مغتدل ويسوينا. طيب. احنا بالسجون استاذ. سيد ابو موسى وصلت فكرتك، انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه.
دكتورة، يعني خلينا نعلق سريعا على حديث بعض المتصلين الأخوة اللي شاركوا. أبو فاطمة يقول اللي يطلع من المخيم يمنع من العودة مرة ثانية، يعني محاربة أنه أنت إذا طلعت من المخيم تمنع من العودة، إذا ما عجبك الوضع هناك بالأنقاض بالعراء تشوف لك خيمة ثانية وتنصبها، وهذا الذي يقود إلى تأسيس مخيمات غير رسمية. لماذا لا يعالج هذا الموضوع من الجذر؟ لا تريد الحكومة أن تعالجه، لأنها تريد أن تستمر هذه الأزمة لعدة أسباب. أولا هي عمل حرب جماعي ضد المناطق التي تم تهجير سكانها منها، خاصة لا ننسى أن العمليات العسكرية جاءت بعد المظاهرات والاعتصامات ضد الحكومة وضد سياسات الحكومة، والتي طبعا لم ترضى بها وحاربت من كانوا يعني يحتجون يتظاهرون، وزجت من زجت في السجون، والباقي أكبت عليهم بالتدمير من منازلهم ومدنهم. إضافة إلى ذلك، فهي الحكومة لا زالت مستفيدة من هذه الأزمات. الميليشيات والأحزاب جميعهم مستفيدين من هذه الأزمات، خاصة وأنهم يتخذونها ذريعة في كل موسم انتخابي من أجل يتسلقوا على ظهور النازحين ويصلوا إلى مبتغياتهم وأهدافهم في الحصول على الأصوات التي لن يحصلوا عليها أبدا، وأثبتت هذه صناديق الاقتراع. إضافة إلى ذلك، الحصول على المنافع عن طريق الدعايات، عن طريق الحصول على أموال. إذن أصبح النازحون هم ورقة يستفيد منها السياسيون، في خاصة في المراحل الانتخابية. بالضبط. إضافة إلى ذلك، كما تفضل الأخوة، الذي يخرج لا يعود. حتى المهجرون خارج العراق، وهناك يعني تقارير تثبت هذا الموضوع، وأشخاص الحقيقة مروا بهذه، نازحون خارج العراق، خارج العراق وليس في داخل العراق، ويريدون يعني الحصول على أوراق ثبوتية. عندما يقومون بالتجديد ماذا يحصل؟ يتم إرسالهم إلى مكاتب معينة عن طريق العراقيين في الخارج، يحصلون على ورقهم الثبوتية، وبعد ذلك تأتيهم الصدمة أنهم لن يحصلوا على أوراقهم مرة ثانية، وأنهم مسجلون كمطلوبين للإرهاب، مطلوبين لأحزاب معينة، لميليشيات معينة تحت، مع العلم هم بريئون تماما، ولديهم إثباتات أنهم لم يقوموا بأي عمل يمس العراق أو ضد أي مواطن أو شخص، ولكن الغاية من ذلك هم عدم عودتهم إلى العراق، عدم إرجاعهم إلى العراق، لأن مناطقهم استولت عليها الميليشيات وتم إحداث تغييرات ديموغرافية في مناطقه، ولكي يهرب العراقيون خارج العراق كما حدث وشاهدنا الكثير من المآسي. دكتورة، هناك جزئية تتعلق بالأطفال، وهو حقيقة هو جوهر حلقتنا لهذا الأسبوع. وضع مأساوي بالنسبة للأطفال النازحين، وهناك مخاطر بحسب التقارير الأممية على الفتيات بشكل أخص أكثر من الفتيان، لكن عندما نأتي لنتحدث عن ترك أطفال بهذه الأعداد الكبيرة في العراء بظروف قاسية، نسترجع بعضا من الأحداث التي جرت وانتقادات الأحزاب والميليشيات والهجوم والدفاع عن أطفال العراق الذين يجندهم داعش. طيب، ألا يخشون على هذه الشريحة الكبيرة التي تقدر بعشرات الآلاف من الأطفال، إن لم يكونوا بمئات الآلاف ضمن هذا العدد الكبير، ألا يخشون عليهم من ربما تعرضهم إلى سحبهم ربما إلى هذا الطريق عن طريق منظمات إرهابية، عن طريق ظروف قاسية تقودهم إلى هذا الاتجاهات خاطئة؟ لماذا لا تدافع هذه الأحزاب وتحمي أطفال العراق من هذه المخاطر؟ لأن هذه مجرد ادعاءات حماية هؤلاء الأطفال أو حماية العرض كما يقولون، ولكن الذي على أرض الواقع هو العكس من ذلك. الأطفال يتم استغلالهم بهذه الطريقة، وكما تفضلت هذه طفل لا يحصل على تعليم، لا يحصل على صحة، يكون مسؤول عن عائلة ويرى أخوته وأمه يتضورون من الجوع. طبعا بالتأكيد يمكن أن يذهب تفكير هذا الطفل إلى بعيد، وممكن أن ينجرف إلى العصابات، ويمكن أن ينجرف إلى الإرهاب أو إلى الانتقام أو غيرها. هذا طفل يمر بمشاكل
يعني نفسية كبيرة إذا لم يتواجد لها العلاج الشافي ولم يتواجد من يوجهه ومن يعطيه الأمل بأن هناك له مستقبل ومستقبل أفضل مما هذا، أو يؤمن له لقمة العيش من أجل أن يذهب إلى يتجه للتعليم أو يعالج صحته وصحة أخوته وصحة أسرته من أجل أن يهتم بتعليمه ويهتم بالمستقبل. بالتأكيد الطفل عندما يصل إلى هذه المرحلة سوف يتجه إلى الانتقام، يتجه إلى الإرهاب، ينجرف إلى العنف، ينجرف وينتمي إلى العصابات. الكثير الحقيقة من المخاطر المترتبة على ذلك، إضافة إلى الفتيات يتعرضون للمضايقات. لماذا؟ ألم تقولوا أنكم جئتم لتحموا العرض؟ وطبعا هذا نعرف أنها مجرد دعاية كاذبة. كيف يعني يتماشى هذا مع المضايقات التي تتعرض لها الفتيات ومما يؤدي إلى حرمانهم من التعليم ويعني حرمانهم من الحصول ربما على لقمة للعيش؟ كثير من الأطفال يعني والفتيات يعني يعملون في يعني ظروف سيئة أو في أعمال يعني ضعيفة جدا، ليست لديها مردود. طيب، ولكن هذه هي الوسيلة الوحيدة. دكتورة الآن نأتي إلى الجانب الخارجي، العامل الدولي. المنظمات تقوم بواجبها بدورها، تشخص المشكلة، تكتب تقارير، لكن الأمم المتحدة هل هو دورها رقابي فقط يشير ويؤشر إلى المواضع، مواضع الخلل، أم يجب أن يكون هناك، أم هي لديها صلاحيات أن تتدخل لإنقاذ على الأقل الطفولة، بما أنهم لديهم اليونيسيف وغيرها من هذه المنظمات؟ إذن هم معنيون بحماية الأطفال خاصة في مناطق الصراع، لماذا لا يوجد دور على أرض الواقع؟ الأمم المتحدة الآن أنا أعتبره دور معطل للغاية تجاه هذا الموضوع، خاصة وأن كما تفضلت هي مجرد القيام ببعض الدراسات وتشخيص بعض الـ يعني الجوانب هذا التي تتعلق بهذا الموضوع، النزح وغيرها. ولكن وقامت في البداية يعني بإنشاء يعني مخيمات للنزوح، مخيمات يعني لا يعني لا تؤمن حياة بشرية كريمة أو تأمين بعض المراكز الصحية، لكن هذا في الحقيقة كان قد استمر فقط لفترة قصيرة. أين الأمم المتحدة تحصل مساعدات من الدول؟ هذه الدول إذا لم تقم بدورها في تقديم المساعدات والتبرعات والمنح للنازحين لا يوجد لدى للأمم المتحدة أي قوة أو أي دور. ولذلك هو دور الأمم المتحدة ونابع من دول نابع من دور الدول. الآن في الحقيقة كان منذ بداية أزمة النزوح، وقد الحقيقة شخصنا هذه الحائلة أنها مجرد دعاية ولا تصدق كلام الأمم المتحدة. وقتها قالت ليزا جرانتي عندما بدأت العمليات العسكرية على الموصل خاصة، قالت سوف نقوم بإلقاء المساعدات عن طريق الهليكوبترات. لم يحدث هذا نهائي، تركوا لمصيرهم، الذي يموت يموت والذي يحصل على الطعام يحصل على الطعام، لا يهمهم هذا الشيء. الآن المشكلة أعقد وأكبر، خاصة أن الدول العالمية تمر بأزمة كبيرة، أزمة اقتصادية كبيرة. أصلاً الأحوال المعيشية أصبحت أقسى مع بعد وباء كورونا، الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي يعانون الآن منها نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. والحقيقة هي أوكرانيا مجرد حصد والدول الأوروبية جميعها من وراءها. هناك حرب يعني عالمية الآن، وجميع الجهود منصبة حول هذا الحرب، والحقيقة لا مجال لتفكير بمصلحة العراقيين أو بتقديم منح أو تقديم مساعدات إلى العراق. يجب التفكير جديا بهذا الموضوع وعدم الاعتماد على هذه الدول. نعم دكتورة، أعود لحضرتك بعد قليل، نسمع رأي السيد أبو عراق من الفلوجة. تفضل يا أبو عراق. السيد أبو عراق من الفلوجة موجود؟ أبو عراق أسمعك، حياك الله. يبدو أبو عراق ما جاهز ويانا. طيب نعود إلى دكتورة، ماذا يرد أبو عراق؟ طيب السيد أبو عراق من الفلوجة موجود لما موجود شباب؟ طيب ما جاهز أبو عراق. دكتورة فاطمة مرة ثانية، يعني الآن شخصنا المشكلة وتم تشخيصها، طبعا ليس منا، هي من تقارير دولية، لكن
ذكرناها عندما نتحدث عن الحلول، ما الحلول التي يجب أن تتوفر في سبيل أولا حماية الأطفال النازحين المهجرين وتأمين فرص المعيشة لهم وحقهم بالحصول على التعليم والصحة وما إلى ذلك، ثم النازحون بشكل عام كيف يمكن أن تتم حمايتهم؟ حماية النازحين هو دور الحكومة أولا وأخيرا. الحكومة يجب عليها أن تقوم بمهامها وواجباتها من أجل خدمة الشعب العراقي. كل الحكومات المعروفة عنها في العالم أنها تأتي لخدمة الشعوب وليس للتسلط على رقاب الشعوب، ولي من أجل أن تبسط الأمن، من أجل تبسط الأمان، من أجل أن توفر أبسط مقومات الحياة الكريمة للعراقيين، من مأكل، من مشرب، من تعليم، من صحة. كل هذه واجبات الحكومة، وإذا لم تقوم الحكومة بواجبها فلا داعي لوجود هذه الحكومة. هناك الحقيقة الكثير من يعني ما يجب أن يقيام به تجاه النازحين. أولا على المدى القصير، وهذا أنا أعتبره الآن واجب الشعب العراقي مع الإهمال الذي تقوم به الحكومة، على العراقيين أن يقوموا بمساندة النازحين ومد لهم يد المساعدة من أجل فقط أن يستمروا على قيد الحياة على الأقل. التكافل الاجتماعي، أين التكافل الاجتماعي الذي نادت به الشرع السماوية والذي نادي به الإنسانية التي تنادي به الأخلاق؟ كل هذه الأمور يجب أن تقوم بدور أساسي بها، وعلى العراقيين أن يقوم بهذا. على الأقل أخلاقيا يجب مساعدة النازحين. إضافة إلى ذلك، هناك التغيير الجذري لواقع العراق الذي هو ما يحدث للنازحين هو جزء من واقع العراق، والمشاكل التي يعني تترتب على النازحين سوف تنعكس على جميع أفراد الشعب العراقي. لذلك إذا كانت هناك لا توجد حكومة في العراق تهتم بهذا الموضوع، لا داعي لوجودها. العراق ممكن أن يقوم حكومات أفضل من هذه ومن قبلها من الحكومات تقوم بواجبها. نعم، وبدورها. يعني لو كانت الحقيقة الحكومة هذه الحكومة وقبلها يعني تهتم بمسألة ومشكلة النازحين، تستطيع من النازحين أن تخلق منهم أيدي عاملة يبنون بها مناطقهم ويحصلون من عن طريقها عن مصدر للرزق لهم ولأولادهم، ويوفرون مناطق آمنة لحمايتهم. شكرا جزيلا حضرتك دكتورة فاطمة العاني، عضوة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا في هذه الحلقة عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، لدينا السيد أبو عراق من الفلوجة عاود الاتصال مرة ثانية، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحييك وحيا القناة وحيا الطريقة الفريقة. سيد أبو عراق، أعتذر من حضرتك، الصوت غير واضح، أرجو المعذرة، والوقت أيضا شارف على الانتهاء. تواصل معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا أبو عراق، ويانا أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. السيد أبو علي من أبو غريب، أبو علي من أبو غريب موجود؟ طيب، يبدو السيد أبو علي من أبو غريب لديه مشكلة أيضا في الاتصال. مشاهدينا الكرام، طبعا كما استمعتم من الدكتورة فاطمة العاني، كذلك آراء بعض المتصلين، وحقيقة كانت هي أيضا فرصة جيدة لاستقبال اتصالات نازحين، تحدثوا عن معاناتهم، تحدثوا عن الظروف القاسية التي يعيشونها، وهذه الآراء وهذا الحديث وهذه الشهادات أيضا التي جاءت من النازحين هي أكبر دليل يؤكد كذب وزيف ادعاءات السلطة الحاكمة بأحزابها أنهم يقومون على خدمة النازحين، وأن ملف النازحين بالنسبة لهم ملف مهم. واقع الحال يقول غير ذلك، وأيضا أهالي جرف الصخر الذين عرضنا مقاطعهم والذين شارك منهم أحد المتصلين أكدوا أن هذه الدعايات التي قام بها بعض السياسيين أو بعض زعماء الأحزاب الموجودين في العراق قبل الانتخابات من أجل إعادتهم إلى مناطقهم، وبشروا العراقيين بعودة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم، هي مجرد دعايات انتخابية زائفة كاذبة، الهدف منها كسب الأصوات واستغلال معاناة هذه الشريحة المهمة من العراقيين. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.